مشاهدينا، وللحديث أكثر حول قرار محكمة جناية ذيقار بالسجن المؤبدي بحق الرائد عمر نزار على خلفية مجزرة جسر الزيتون، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. حياكم الله دكتورة. كيف تقرأين هذا الحكم المؤبد على الرائد عمر نزار على خلفية المجزرة التي ارتكبت في الناصرية في جسر الزيتون؟ ماذا عن الضباط والمستويات الأعلى الذين أمروا بقتل المتظاهرين؟ لماذا لم يحاكموا في هذه القضية أيضا؟ نعم، الحقيقة يمكن قراءة هذا الحكم باتجاهين. الأول هو في الحقيقة هذه المحاكمات وما خرج عنها هي نتيجة أولا لضغوط الشارع العراقي أولا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ضغوط سياسية أيضا ساهمت في أن يكون الحكم بهذه الطريقة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111-1969. حقيقة هذه المادة وحسب نص هذا القانون فإن ما قام به هذا الضابط يرقى إلى أن يستحق عقوبة الإعدام وليس فقط الحكم المؤبد، مما يدل على أن هذا الحكم قد صدر يعني وخضع لضغوط سياسية، خضع أقصد هنا القضاء العراقي لضغوط سياسية كبيرة من أجل أن يتم الحكم بالمؤبد، نظرا لأن ما قام به هذا الضابط هو يرقى إلى الإعدام حتى لو جينا إلى تفاصيل هذا القانون. ولكن من جهة أخرى فيعتبر هذا نصرا لأهالي المتظاهرين، بالرغم أنه كما تفضلت أنه تم الإغفال عن ضباط المستويات الأعلى والذين يستحقون هذه العقوبة وأكثر، خاصة وأنه معروف لدى يعني لدى الجيش العراقي أن يعني الضباط يخضعون للمراتب الأعلى وغيرها. طيب. وصولا إلى المرتبة الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة، ولكن نحن نعرف أنه لا يوجد في العراق قضاء نزيه، لا توجد هناك تطبيق حقيقي للقانون، هناك إفلات للعقاب، ولذلك فإن ما قام به من عمل وقتل عمد المتظاهرين قد وصل به فقط إلى أن يتم الحكم عليه بالمؤبد وليس الإعدام. نعم. هنا السؤال أيضا، لماذا تأخرت المحاكمة لعمر نزار بعد كل هذه السنوات، ولماذا القرار صدر بهذا الوقت بالتحديد؟ هل هناك أي مؤشرات؟ نعم، يعني توقيت هذا يعني صدور هذا الحكم، نحن نعرف جيدا أن حتى الأحكام التي تصدر في العراق تخضع إلى المساومات وإلى ما يحدث تحت الطاولة من تفاهمات بين الأحزاب السياسية، وإلا إذا كان قد صدر مثل هذا الحكم على هذا الضابط، لماذا لم تصدر أحكام أيضا على من ينتمون إلى الميليشيات أيضا؟ فهذه هي الذي يحدث في العراق، يتم تقديم من فترة إلى أخرى أكباش فداء من أجل إسكات الشارع العراقي من جهة، وأيضا نعرف جيدا الآن أن ملف حقوق الإنسان في العراق يخضع الآن إلى مناقشات دورية في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، وأصبحت قضية حقوق الإنسان ملف مفتوح في لدى مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي فإنه من جهة أخرى فإن العراق يحاول أن يوصل صورة لأمام الرأي العام الدولي أنه هناك لا توجد هناك يعني حالة مطلقة من الإفلات من العقاب، وأنه هناك بعض من خضعوا لهذه المحاكمات. ومن جهة أخرى لا ننسى أن هذا الضبط قد تم تسريب يعني ما قام به من عمليات تعذيب وقتل عمد لأبناء الموصل، وبالتالي فهي من جهة أخرى يتم إسكات أبناء الموصل عما قام به هذا المجرم من أعمال. نعم دكتورة، السؤال هنا نعم. يعني في اتجاه آخر غير مجزرة جسر الزيتون، كانت هناك جرائم قبلها يعني ما حدث في الموصل، وبهذا الاتجاه يعني عمر نزار ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين، وقد نشر هذه الأدلة موقع دير شبيغل الألمانية، يعني هناك أدلة موثقة على هذه الجرائم وكانت بالصوت والصورة. لماذا أغفل الادعاء التوجه أو توجيه الاتهامات مثل ما جرى في جسر الزيتون؟ بكل بساطة لأن الضابط لم يقم بهذا العمل من يعني نتيجة
لموقف منه، بل هي بناء على أوامر تصل له. ونعرف جيدا أن توجهات في ذلك الوقت أن أبناء جميع أبناء الموصل هم إرهابيون ويجب الثأر والانتقام منهم، وكل ما يعني حدث لهم هو عمليات انتقام منظمة. ولذلك فهي من جهة هذا الضابط يتم الحكم عليه بهذا الحكم في الحقيقة المخصص من أجل يعني أيضا يعني إسكات أبناء الموصل عن مطالبة بحقوقهم في الاقتصاص من هذا الضابط لما قام به من جرائم. يعني الحقيقة كان يعني الموضوع واضح بكل بساطة أنه مدروس من قبل الحكومة العراقية من أجل أن تصل صورة، خاصة وأن المطالبات لا زالت لحد الآن كبيرة من أجل أن يتم محاسبة من قاموا بارتكاب جرائم حرب، من قاموا بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات وعن خلال عمليات العسكرية وعن بقتل المتظاهرين في ثورة تشرين وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي. ولذلك هي مجرد فرقعة، بالنسبة لمجرد فرقعة إعلامية تهدف إلى إسكات الشارع العراقي من مختلف مستوياته وأيضا إرضاء المجتمع الدولي، مع العلم أن الحكم لا يرقى إلى ما نطمح له لأنه يستحق في الحقيقة ليس رأي شخص ولكن بناء على الأدلة. نعم. حتى أن النطق بالحكم كما وحسب مصادر صحفية فأنه جاء بناء على تهمة قتل عدد من المجني عليهم وليس مجرد واحد، بالإضافة إلى يعني قيامه بجرح عديد من المصابين أيضا، وهذا ما تم توثيقه لأنها كانت مجزرة في الحقيقة في ما حدث في جسر الزيتون. فماذا يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وليس الإعدام من أجل أن يكون عبرة لكل من قام بجرائم مثل هذه الجرائم وحتى يتم الحد من هذه الجرائم؟ إذن فهي سياسة الإفلاس من العقاب لا زالت مستمرة في العراق ولم تتوقف. طيب هنا دكتورة أيضا في ضمن يعني الأدلة التي نشرها موقع دير شبيغل هناك صوت وصورة، أي لم يكن عمر نزار وحده يعطي التعليمات أو الأوامر، وحتى في جسر الزيتون لم يكن هو لوحده. أين القيادات التي أمرت بضرب المتظاهرين؟ أين القيادات التي أمرت بانتهاك الحرمات في الموصل؟ لماذا لا يتم كشف كل ملابسات القضايا سواء في الموصل أو في ذي قار؟ لأنه سوف يتم جر أسماء كبيرة، وهذه الأسماء مستفيدة منها الأحزاب والميليشيات التي تتحكم بالمشهد العراقي. يريدون أن يبينوا أن ما يقوم به هم فقط يعني ضباط الجيش العراقي، وهذا الأعمال يعني أعمال فردية وهي لا يعني ليست أعمال منظمة وليست أعمال ممنهجة. كل هذه في الحقيقة هي طرق للتملص من العقاب وطرق يعني التحايل على القانون، خاصة وأنه حتى الأمم المتحدة قد أثبتت أن هناك طرق عديدة للتحايل على القوانين العراقية، خاصة وأنه لم يتم تطوير هذه القوانين ولم يتم تحديثها وتجديدها بناء على المعطيات الجديدة وغيرها. إذن هناك في الحقيقة سياسة مفتوحة للإفلاس من العقاب، والمقصود منها فقط هو أن تستمر هذا العمليات الإرهاب ضد الشعب العراقي وتستمر عمليات الانتهاكات وارتكاب الجرائم ولا يتم إخضاع الجناة إلى المحاسبة والمقصرين إلى المحاكمات العادلة من أجل أن يقتص الشعب العراقي ويسترجع حقوقه. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لوجودك معنا.